بنس موسيماني والاهلي بيقدموا هديه للزمالك بالتعادل على بيراميدز في مباراه موسيماني عارف يديرها كويس جدا. حطني رقم واحد في القصير. الاهلي النهارده بدا بال 4 2 3 1 اللي بيبدا بيها في كل مبارياته. بدا بعلي لطفي في حراس المرمى لاصابه محمد الشناوي، بيلعب بحمدي فتحي وياسر ابراهيم على اليمين، محمد هاني على الشمال، احمد فتحي الغياب، علي معلول والغياب ايمن اشرف، اثنين في نص الملعب عمرو الصليه واليو ديانج لانجير بعد كده، وبيلعب قدام قفشه وكهربا وحسين الشحات وجونيور اجيو. اجيو كهربا هو اللي كان مهاجم في بدايه المباراه، بس في بدايه المباراه كهربا خرج بسبب الاصابه، تقريبا جاله شد في الخلفيه او حاجه كده، ونزل بداله اليو باتشي. الاهلي اللي كنا شايفينه واللي كنت مستغربه الشوط الاول ان الاهلي محافظ قدام بيراميدز، محافظ واقف في نص ملعبه، واقف تحت الكوره بيحاول يدافع ويلعب على المرتدات ويلعب على الكوره السريعه، لكن الاهلي ان هو كان مدافع ومقفل ورا واللي هو بيلعب كومباكت جدا ومضيق المساحات، حته دي المساحات دي ما كانش الاهلي عارف يعملها. ليه؟ لان كان في جاب وفي مساحه كبيره ما بين نص الملعب وما بين المدافعين، كان عبد الله سعيد بينزل كتير جدا، كان بينزل تقريبا في المنطقه رقم 14 في الزون 14، بينزل في الزون 14 في البوكت ما بين نص الملعب وما بين المدافعين، وبيقدر يستلم الكوره بكل اريحيه، لان اليو ديانج وعمرو السوليه الاثنين بيقدموا وبيسيبوا جاب ما بينهم وما بين المدافعين. اللي موسيماني النهارده بيلعب دفاع متاخر، ما بيلعبش دفاع متقدم زي الماتش اللي فات مثلا، لا ده بيلعب دفاع متاخر وبيحاول يحافظ المحافظه والدفاع اللي كان الاهلي بيلعب بيه. انا كنت مستغربه لان انت لو كنت ضغطت على بيراميدز كنت حاولت تغلطهم في نص ملعبهم، لكن انت اديت لبيراميدز فرصه ان هم يتحركوا في نص ملعبهم بكل اريحيه، يحضروا اللعب في نص ملعبهم بكل اريحيه برده، وحتى لما كانوا بيجي في نص ملعبهم بيقدروا يستلموا ما بين الخطوط بتاعت كويس. الحاجه اللي كان بيراميدز بيعملها واللي كان مميز فيها برده ان قدر يعزل اليو باتشي عن كل الفريق. اليو باتشي في الشوط الاول ما كانش فيه اي فعاليه تماما، ولا حتى في الكرات الطويله اللي كانت بتتلعب له، ولا الكرات اللي على الارض، كان منعزل، او حتى هجوم الاهلي كان منعزل. حسين الشحات ما كناش شايفين منه الاداء المطلوب، اليو جوري راجيه ما كانش بيعمل المطلوب، هو قفشه الوحيد اللي كان بيزن نوعا من نص الملعب عشان يبتدي يطلع بالكوره من تحت لفوق. الحاجه الثانيه اللي كانت برده انا مش مستغربها قوي من بيراميدز ان الضغط العالي بتاعهم مميز. لعيبه بيراميدز كانت بتضغط في نص الملعب بتاع الاهلي بشكل مميز جدا، وبتستخلص الكره من اي لعيب، سواء عمرو سليه، سواء قفشه، سواء اجاييه، سواء ياسر ابراهيم، سواء حمدي فتحي، كان اي لعيب في نص ملعب الاهلي كان بيقدر بيراميدز يضغط عليه ضغط عالي وضغط كامل، ضغط كامل مش بيضغطوا بلاعب واحد او باثنين، لا هو بيضغطوا بالفريق كله، الفريق كله بيضغط الاهلي عشان يستخلص الكره في نص ملعبه. اي نعم بيراميدز كان الشوط الاول عامل مباراه افضل من الاهلي، كان ماسك كوره احسن من الاهلي، كان في الضغط العالي مميز على الاهلي، الاهلي كان بيدافع وبيراميدز هو اللي كان بيهاجم وهو اللي ماسك المباراه. الاهلي لما كان بيحاول يهاجم نوعا ما او كان لما كان بيهاجم على الاستحياء ما كانش بيوصل لجون المهدي سليمان. كنا بنشوف الاهلي لما كان بيلعب بالمرتده ما كانش بيعملها بشكل مثالي. ليه بقى ما كانش بيعملها بشكل مثالي؟ لان انت كنت محتاج مهاجم اللي بدا بيه اللي هو كهربا يساعدك في نقل الكوره او التحول من الدفاع للهجوم بشكل اسرع، لكن اليو باتشي في التحول من الدفاع للهجوم بشكل سريع مش من خاصيات اليو باتشي، لان باتشي بطيء في الطلوع بالكره من رجليه. الحاجه الثانيه اليو باتشي مش سريع، لما بتطلع بالمرتده عايز المهاجم بتاعك سريع اللي هو يجري وياخد مكان في منطقه جزاء الخصم، اليو باتشي مش سريع، فانت كنت اليو باتشي يعتبر بتلعب ناقص لاعب اصلا بوجود اليو باتشي قبل ما يطرد عمرو السوليه. يعني ان باتشي ما كانش بيقدر يساعدك في اي حاجه، ولا في الكره الطويله احيانا كانت بتاخد منه، وكمان ما بيقدرش يساعدك في المرتده، وحتى انه يجري وياخد مكان بالسرعه ما كانش بيحصل. قبل نهايه الشوط الاول اطرد عمرو السوليه بغباء كبير جدا من عمرو السوليه. يعني انت خدت الكره العاليه خدتها ونزلتها لفريقك، ليه وانت نازل تضرب لاعب بكوعك؟ يعني ملهاش اي لازمه، ملهاش اي لازمه ان انت تضرب لاعب بكوعك وبيروح للفار وبيطردك بعد كده طرد صريح، اللي هو انت متعمد تضربه بكوعك وطرد صريح. بعد الطرد دوت موسيماني ما عملش اي تغيير، موسيماني ما عملش تغيير تماما، رجع بس قفشه في نص الملعب جنب اليو باتشي واليو ديانج في نص الملعب، وكان له برضه يدافع ونلعب دفاع كومباكت يا جدعان ونطلع الشوط الاول 0-0، بعد كده الشوط الثاني نشوف هنعمل ايه. اليو باتشي نزل في تقريبا 10 من الشوط الاول قبل نهايه 10 بعد اصابه كهربا. خلص الشوط الاول 0-0 تمام. الاهلي في الشوط الثاني بيعمل تغيير انا وانا قاعد بتفرج على الماتش استغربته. ليه؟ لان انت بين الشوطين موسيماني سحب اليو باتشي ثاني ونزل احمد الشيخ.
التغييره كنت مستغربه لو انت لاعب لسه منزله بتسحبه ليه تاني، لكن لما ترجمت اللي عمله اليو بادج الشوط الاول وشفت بقى موسيماني بيعمل ايه الشوط الثاني او بيلعب بالشكل ايه الشوط الثاني فهمت ليه خرج اليو بادج. خرج اليو بادج لانه اعتمد على تشكيله 4-4-1 بيلعب بجونيور اجايه كمهاجم صريح وقفشه والشيخ و احمد حسين الشحات الاثنين كونجات وبيلعب بقفشه وديانج في نص الملعب. خلاص انا هدافع بكل خطوطي وحاول العب على المرتدات صريحه، هدي الكوره لبيراميدز خليهم هم اللي يهاجموني هم اللي يمسكوا الكوره وانا هلعب على المرتدات. والدفاع بتاع الاهلي كان مميز، الدفاع بتاع الاهلي كان مميز، ما شفناش مثلا غلطات من الدفاع او غلطات كارثيه ما شفناش ده. بيراميدز مش عارف يوصل لجول علي لوتسي بسبب الدفاع مميز جدا 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 من الاهلي. لعيبه لازم نشيد بيها في مباراه النهارده، اول لاعب بصراحه هو محمد هاني. محمد هاني بقاله كام ماتش فات وما كانش بيقدم المستوى المطلوب، مباراه النهارده كان مقدم مستوى كبير جدا جدا جدا، قدر يقفل ميه ونور على محمد حمدي اللاعب اللي كان بيلعب باك ليفت، وحتى لما كان بيميل عليه عبد الله صعيب برده ما كانش بيعرف ياخد اي حاجه من محمد هاني. محمد هاني النهارده فعلا قدم مباراه كويسه جدا دفاعيا، كان قدم مباراه كبيره جدا جدا جدا. اللاعب الثاني هو احمد فتحي، احمد فتحي احمد رجوله بصراحه، احمد فتحي وجمهور الاهلي وكل الناس فاهمه وعارفه ان احمد فتحي بعد نهايه الموسم هيمشي وهيروح بيراميدز الفريق اللي كان بيلعب ضده النهارده وخلاص هيسيب الفريق في اخر الموسم، لكن بيلعب بكل رجوله، بيلعب بكل رجوله وكمان ممكن يحرم فريقه اللي رايح له السنه الجايه من افريقيا برجولته النهارده. اللهم كان عامل مباراه كبيره جدا وكان قافل برده على ابراهيم حسن، قافل على احمد توفيق. اللاعب الثالث اللي لازم نشيد بيه النهارده هو اليو ديانج. ديانج في نص الملعب دبابه كاسحه الغام في نص الملعب، لاعب بيقطع كراب بسهوله كبيره جدا، الضغط حتى لما لاعب بيضغط عليه ما بيقدرش يستخلص منه بكل سهوله. اليو ديانج لما بيخترق من عمق وبياخد المشوار وبيجري بسرعته بكل سرعته محدش بيقدر يوقفه. شفنا النهارده في كورتين كوره شاطها والكوره الثانيه اللي رايحه قفشه قفشه جت في العرض، كورتين من ديانج اتقدم فيهم لقدام عمل شكل هجومي للاهلي. بصراحه ديانج لاعب هيفيد الاهلي جدا 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 في مباراه الوداد اللي جايه، مباراة تبقى كبيرة على الاهلي. بس موسيماني اللي عجبني المباراة النهارده اللي هو عرف يدير المباراة. موسيماني ما ارتبكش ما توترش، ما شفناش الاهلي بعد الطرد انهار، لا الاهلي بعد الطرد وقف كويس جدا على رجله، عرف يقف على رجله، عرف يخرج من مباراة بره الامان. هي مباراة اصلا هو مش محتاجها، مباراة مش محتاج منها حاجة، بس ان هو ما يخسرش من بيراميدز دي برده كان في عقل اللعيبة وعقل المدرب ان بيراميدز ما يكسبناش للمرة الرابعة على التوالي. لا ما يكسبناش بيراميدز، بيراميدز نخرج من النهارده التعادل افضل، والتعادل ده الموسيماني قدم للزمالك هديه، واللي هو بيقول للزمالك بكره اكسب الحرس ومالكش دعوه، اكسب الحرس وتعادل مع الاسماعيلي وخلاص خلصت الدوري وخلصت مركز تاني. هديه كويسه جدا من موسيماني للاهلي. الاهلي قدم مباراه النهارده كبيره، قدم مباراه كويسه، بيراميدز برده قدم مباراه كبيره لكن ما قدرش يسجل الاهلي وما قدرش يكسب الاهلي. موسيماني قدر يدير المباراه بشكل كبير جدا 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 جدا. مش عارف اقول هارد لك ولا مبروك لجمهور الاهلي، مش عارف اقول هارد لك ولا لجمهور بيراميدز اللي هو لو في جمهور بيراميدز اصلا، بس في الاول لقد قرايه انا في مباراه الاهلي وبيراميدز. قول رايك انت في الكومنتس، قول لي توقعاتك، هل الزمالك هيقدر يحسم المركز الثاني من بيراميدز ولا بيراميدز هو اللي يحسم المركز الثاني؟ قول لي توقعاتك في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشتراك وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول، والحلقه عجبتك جدا جدا اعملها شير على فيسبوك وريتويت على تويتر وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي في الديسكربشن تحت. وكان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.